سؤال: هل اليهود الحاليين هم أحفاد القردة أصحاب السبت؟ أهلا بكم في سين سؤال. بس قبل ما نجاوب على السؤال، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ويلا بينا. الحكاية دي حاول اليهود يخفوها لمئات السنين، ما كانوش بيجيبوا سيرتها خالص، وحاولوا يخفوها ويداروها لأن هي كانت وصمة عار بالنسبة لهم، لكن القرآن الكريم فضحهم وذكر هذه القصة وتفاصيلها كمان. حصلت أحداث القصة دي في زمن نبي الله داود عليه السلام. القصة دي حصلت في قرية بتطل على البحر. الحكاية إيه؟ طلبوا من ربنا يحدد لهم يوم يرتاحوا من الشغل، ما يشتغلوش، ما يعملوش اي حاجه، ويتفرغوا فيه للعباده. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم يوم الجمعه. طبعا احنا عارفين انه في كل حاجه يحبوا يجادلوا قوي، فقالوا لا يا رب الجمعه مش مناسب لينا وبتاع والحكايه والروايه. طب خلوه السبت. طب ماشي نخلي السبت، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لازم الفتنة، لازم الاختبار. فاختبارهم كان ايه؟ ان هم يوم السبت بيتفرغوا للعبادة تماما وما يعملوش اي حاجة واي نشاط في حياتهم خالص. فربنا ابتلاهم بالسمك، الحيتان. القرية دي بتطل على البحر، فشيء طبيعي ان نشاط السكان فيها بيرتبط بالبحر ومنه الصيد. فكانوا طول الاسبوع يقعدوا يصيدوا عشان يجي يوم السبت يرتاحوا. تيجي يوم السبت السمك كان بيجي بقى يطلع لهم ويقرب من الشط، وكانوا لدرجه ان هم بيشوفوه افواج كده، افواج وجماعات من السمك كده جايه وبتتحرك يمين وشمال قدامهم وبتعوم قدامهم، لدرجه ان هم بيبقوا شايفينهم بعينيهم وممكن كمان يمسكوه بايديهم. الموضوع ده عز عليهم قوي. طب احنا عايزين يعني ناكل. يجوا يوم الاحد ينزلوا مراكبهم في الميه، مفيش سمك او شهيه قوي. طب يعملوا ايه؟ فجي واحد منهم كده الشيطان لاقي في دماغه، قال له يا ابني تعمل حركه كده في الخباثه. راح نازل يوم السبت لقي سمكه كده كبيره حلوه كده ومقلوظه، راح رمي لها سناره كده غمزت فيها، وراح لما السناره غمزت راح دق لها وتد في الارض وثبتها. فضلت السمكه بقى تتلوى وتتعمل في البحر طول اليوم. وجي لما خلص يوم السبت، يوم الاحد الصبح راح سحب السمكه وراح شويها واكلها. الله، الناس شمت ريحة السمك. انت جبت السمك منين بقى يضحك؟ السبت اللي بعديه كرر نفس الحكاية، اللي وراه كرر نفس الحكاية. فالناس عرفت بقى ان الراجل ده بيصيد سمك وبتاع. انت عملت ازاي؟ قال لهم انا عملت كذا كذا كذا. راحوا بقى يتفننوا بقى في الموضوع ده وبدأوا يعملوا زيه. بل وفيهم اللي راح حافر كده قناية صغيرة كده زي خليج كده، او يعمل مربع كده جنب الشط، يحفر قناية كده تخلي المية تخش فيه. المية تخش طبعا داخل معاها السمك، ويروح قافل عليه وخلاص. وانت يجي يوم الحد ياخده، قال ايه بقى؟ فاكرين نفسهم بيخدعوا الله سبحانه وتعالى. عملوا الحمله دي بتاعتهم يوم الجمعه بالليل مثلا، حفروا القنوات ودخلوا الميه وبتاع ورموا السنارات بتاعتهم وظبطوا الدنيا كلها. ويقعدوا يوم السبت بقى يروحوا يصلوا بقى ولا يشوفوا بقى الطقوس بتاعتهم. يوم الحد يلاقوا السمك اللي متعلق في السناره واللي قاعد محجوز في القنايات اللي هم عملوها دي، يروحوا مقفلين عليه واخدينه. قالوا ان عدد الناس دي 100,000، 80,000 هم اللي عملوا الحكاية دي، و 12,000 نهوهم عنها وبقوا يحاولوا يعظوهم كده وينبهوهم ان ده يوم مقدس ومفروض ان هم ما يعملوش فيه الحاجات ديت. وفي 8,000 سكتوا كده وقفوا على الحكاية دي، لا وافقوا ولا رفضوا. فربنا سبحانه وتعالى بعد ما اختبرهم بالموضوع ده بالليل، دخلوا الناس بيوتهم. تاني يوم الصبح ال 80,000 دول ما فيش حد منهم خرج من بيته. طبعا ليهم اهاليهم وليهم قرايبهم وجيرانهم، ما شفتش فلان، ما شفتش علان، لا ما شفتوش. طب البيوت مقفوله عليهم. طب عدى يوم اتنين، راحوا يطمنوا عليهم، لقوا الابواب مقفوله عليهم من جوه، يعني الناس دي دخلت وما خرجتش. فتحوا عليهم الابواب، ما لقيوش بني ادمين، لقيوا قرود بديول، لكن في عقل انسان شايفينهم وعرفوا بعض. بقت الناس عرفت قرايبهم من عينيهم، عرفوهم من شكل عينيهم، ده فلان وده فلان ودي فلانه وده. والناس اللي اتمسكت قرود دي بقوا عارفين قرايبهم، فبقى كل واحد فيهم يقرب من قريبه ويشمشم فيه ويعيط. الناس ذهلت من اللي بيحصل ده كله، فسابوهم ومشوا، يعني خافوا وسابوهم بقى ومشوا. قعدوا 3 أيام بالوضع ده، لا ياكلوا ولا يشربوا ولا يتناسلوا، وفي النهايه ماتوا كلهم. بعض الناس بيقولوا ايه؟ احفاد القرده والخنازير، على اعتبار ان يعني اليهود دول هم احفاد القرده والخنازير. طبعا الكلام ده مش حقيقي. القرده والخنازير اللي موجوده دلوقتي مش هم دول احفاد اليهود. اليهود اللي اتمسخوا قرود ماتوا، هم قعدوا 3 أيام على الوضع ده وبعدين ماتوا، ما لا خلفوا ولا تناسلوا ولا اي حاجه. يعني القرد ده مخلوق عادي جدا زي من بدء الخليقه. قلنا الناس دول اتقسموا 3 أقسام. مجموعة وهي الغالبية 80% من الناس هي اللي عملت اللعبة ديت وحاولوا يتحايلوا على أوامر الله سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل. فربنا عذبهم إن هم حولهم إلى عقول بني آدمين في جسم قرد. طب الناس اللي نهيتهم وقالوا لهم لا ده غلط، ربنا نجاهم وسكت عن الناس اللي سكتت.
الناس اللي هي وقفت على الحياد دي بيقولوا للناس اللي كانوا بيوعظوا المذنبين دول والمتجاوزين في الحدود دي، بيقولوا لهم انتوا طب انتوا بتنصحوهم ليه؟ ربنا هيهلكهم ويعذبهم عشان هم ارتكبوا ذنب، بتنصحوهم ليه؟ قالوا معذرة الى ربنا. يعني زي ما تكون مثلا في واحد بيقول يا عم ما تتكلمش مع فلان ده، ده كده كده بايظ، يعني الواد ده كده كده مثلا ما بيذاكرش هيسقط، خلاص يا عم خلاص هو كده كده مش محوق في الكلام ما تكلموش. يقول لك لا عشان بس ايه ابر ذمتي. الواقعة دي حاول اليهود ان هم يخفوها عبر التاريخ كله، لكن ربنا سبحانه وتعالى فضحهم وذكرهم بيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمهم بقى واسألهم عن الموضوع دوت. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. هنا وصلنا لآخر الفيديو، برجاء لو حسيت ان الفيديو ده افادك او اضاف لك معلومة ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.